أخت إليان، طبعا أنت أم، أنت زوجة، زوجة راعي، خادمة في الكنيسة، ابتديت خدمة مميزة اسمها أنا امرأة أو ست الحبايب. شو اللي قادك أنك تبتدي في هاي الرؤية؟ الحقيقة هاي الرؤية ابتديت بس كنت بلبنان بسنة 2006، بس شفت الحاجات، حاجات الأمهات، حاجات العائلات، الحاجات للتربية، يعني كل هيدي الحاجات حطت قدامي تحدي انه ليه ما بصير شيء، نعمل شيء لهدول الستات، نقدر نعلمهم ونطورهم، نقدر نساعدهم، نقدر نعطيهم مجال انه يتقدموا بحياتهم، تكون حياتهم حياة ناجحة، عائلاتهم ناجحة، اولادهم ناجحين. فابتدت من الحاجة وهيك وهيك كملنا هيدي الخدمة. وابتديتي في لبنان وكملت، اجيتوا لكندا. نعم. وكملتوا الخدمة لكن تحت مسمى ثاني اللي هو ست الحبايب. صحيح. احكي لنا شو عن ست الحبايب. بست الحبايب بس جينا على كندا، كانت الحاجة اسم حلو على فكرة. طبعا هو ست الحبايب هو عيد الأم. أنا لا اتذكرت غوار الطوشي، بعرف إذا كل المشاهدين عارفين عن مين بحكي، كوميديان سوري كان بغني بالسجن يا مو يا ست الحبايب. صحيح. فلما نقول ست الحبايب هذا اللي بيجي في بالي أنا، يعني بتذكر غوار الطوشي. صح، هي ست الحبايب أغنية لعيد الأم بصراحة. أوكي. فمن هون أخذنا الاسم لأنه بالغربة، الغربة صعبة ومعظم العائلات اللي هون موجودين أهليهم بالبلاد الثانية. فست الحبايب هي كلمة محببة للنفس، بس تحكي مع السيد ليلى بخدمة ست الحبايب، شو هاي ست الحبايب، شو بتعمل؟ يعني بتحس انه دغري ابتسامتها بتصير هالقد. ليه؟ لانه هي بتذكرها بامها. فهيدي ست الحبايب هي طعنة، هي مؤسسة مسيحية طعنة بخدمة السيدات من كل عرق، من كل طائفة، بدون تمييز، محبة غير مشروطة للجميع. خدمة إنسانية، خدمة اجتماعية إنسانية، ولكن خدمة روحية في نفس الوقت. طبعا.